هذا هو أول رمضان بالنسبة لي هنا في الجزائر، لأنه في العام الماضي أنا رجعت إلى الولايات المتحدة بعد بداية أزمة الكورونا، والتجربة هنا في رمضان شكل آخر لا يشبه رمضان في الولايات المتحدة أو حتى في البلدان العربية الأخرى. فوجدت أن هناك بالإضافة إلى الجانب الروحاني طبعا جانب اجتماعي كبير جدا. أتناول وجبة الفطور مع بعض الأصدقاء الجزائريين، وهذا شيء يفرحني جدا. كنت طالبا في السنة الثانية على ما أعتقد في دراستي الجامعية، حينما صمت لشهر رمضان بأكمله. كانت تجربة روحانية بيني وبين ربنا كما يقال. من الأطباق المميزة هنا في الجزائر التي أحب أن أتناولها، وخاصة في شهر رمضان الكريم، البورك، وهذا نوع من المعجنات المقلية، وفي الجزائر هي تعتبر سلطان مائدة رمضان.